عن جديد طلاب وطالبات قناتنا الباحثين والباحثات، عن جديد مشتركين قناتنا، بحب أرحب فيكم. اليوم رح نكمل سلسلة الدروس اللي خصصتها لمعايير تحكيم ونقد الدراسة والبحث العلمي. بس بالبداية بدي أذكركم إنه في عنا كورسات على منصتنا. هاي الكورسات اللي بتقدر تشتركوا فيها لأساسيات البحث العلمي، الدليل الشامل للباحثين والباحثات، وفي عنا كمان كورس للطلبة أو الباحثين اللي دارسين بالجامعات الأجنبية. رح أترك لكم يا هذه الروابط في بوكس التعليقات، بتتبعوها وكتير سهل الاشتراك فيها وإن شاء الله تستفيدوا منها. هلأ بتتذكروا إحنا كنا عمالنا نشرح عن كيفية تحكيم ونقد الدراسة والبحث العلمي، وأنا كمان يعني كنت يعني مبلشة بموضوع طرقنا لموضوع الدراسة، تحكيم ونقد من حيث موضوع الدراسة، تحكيم ونقد من حيث عنوان الدراسة، تحكيم ونقد من حيث ملخص الدراسة، تحكيم ونقد من حيث مقدمة الدراسة ومشكلة الدراسة. تقدروا ترجعوا لها، رح أترك لكم الرابط يعني بظهر هلأ بتشوفوه، حتى أنكم أنتوا إذا فاتكم أي إشي ترجعوا بالترتيب. هلأ هاي كمان بدي أحكي لكم إنها هي عبارة عن عناصر البحث، عناصر الدراسة، فبتقدروا تحطوها قدامكم كدليل وتمشوا عليها بأنه أنا قديش بعيد قديش قريب، قديش أنا بعيدة قديش قريبة في بحثي. اليوم الفيديو مخصص لمعايير تحكيم ونقد أسئلة الدراسة، مكملين إحنا يعني هدول كلهم اللي أنا حكيتهم إحنا لساتنا بالفصل الأول، يعني اللي هي الانترودكشن المقدمة. هلأ من ضمن المقدمة في عنا أسئلة الدراسة. إذا بدنا نطلع على أسئلة الدراسة أعزائي، رح تلاقوا إنه في عندي معايير أنا بطلع عليها، وبرضو أنا كباحثة يعني أنا طالبة بدي أعمل رسالتي أو بدي أعمل دراستي، بطلع على هدول الفقرات ومنهم بتبع، بحطهم قدامي بتبع إنه أنا لما صغت أسئلة الدراسة عم بصيغ أسئلة الدراسة، وبدي من أشتق منهم كمان أهداف، بدي يعني هدول أسئلة الدراسة بدي أشتق منهم أهداف دراستي، صح؟ هلأ هدول الأسئلة بدي أشوف أنا بعدت قربت أتقنت، هذا كلياته من خلال الشارت هذا اللي موجود قدامكم. هلأ رح أعطيكم كمان مثال على دراسة الطالب اللي أنا أشرفت عليها حتى أنه نفهم إيش يعني بالضبط أسئلة الدراسة. هلأ في عنا صياغة الأسئلة بشكل محدد، صياغة الأسئلة بشكل واضح، صياغة الأسئلة بشكل مباشر دون استخدام مصطلحات وصياغات بتبعدنا عن المعنى المقصود، صياغتها على شكل أسئلة رئيسية أو أسئلة رئيسية وبتفرع منها أسئلة فرعية، هلأ بورجيكم كيف. الأسئلة متوافقة مع عنوان الدراسة، الأسئلة متوافقة مع أهداف الدراسة، الأسئلة بتغطي ما تتناول الدراسة، بتحتوي الأسئلة على المجتمع أو العينة، عدم تكرار الأسئلة أو عبارة وجهة نظر أفراد العينة، الأسئلة يمكن قياسها. خلينا نشوف هلأ هاي هي المعايير اللي إحنا نطلع عليها حتى أن نشوف أسئلة دراستكم جيدة ولا مش جيدة، أو لما الدكتور بيقول لك أو بيقول لك روحي زبطي الأسئلة، زبطيها طلعي على العنوان. أنا دائما لما بشرح لطلابي بقول لهم خلينا نروح نرجع نطلع على العنوان. هاي الدراسة هاي اللي أنا بدي أطبق معكم فيها، درجة امتلاك الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي صعوبات التعلم الموهوبين في مدارس العاصمة عمان مع طالبتي إلها. هلأ هي عملتها على أساس أنه بدها تعمل درجة الماجستير. شوفوا معي كيف اشتقت أو عملت أو صاغت أسئلة الدراسة. هلأ هدف الدراسة وأسئلتها، هي حاطة عنوان جانبي هدف الدراسة وأسئلتها، بتقول هدف الدراسة إلى التعرف على درجة امتلاك الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي صعوبات التعلم والموهوبين في مدارس العاصمة عمان، ولتحقيق هذا الهدف وضعت الأسئلة الآتية. إذن هذا هو هدفها، بدها تشوف درجة امتلاك الكفايات التكنولوجية المساندة لمعلمي صعوبات التعلم
والموهوبين في مدارس العاصمة عمان. ولتحقيق هذا الهدف وضعت هاي الأسئلة. السؤال الأول: ما درجة امتلاك الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي صعوبات التعلم والموهوبين في مدارس العاصمة عمان؟ لاحظوا بهذا السؤال في عنا مصطلحات البحث اللي هي الكفايات للتكنولوجيا المساندة، وفي عندي العين اللي هي معلمات صعوبات التعلم، معلمين صعوبات التعلم والموهوبين، والمنطقة الجغرافية عنديها في عاصمة عمان. من وين جابت هذا السؤال؟ كيف صاغت هذا السؤال؟ برد برجع بطلع على العنوان. دائما أنا بقول لطلابي خلينا مع بعض نرجع للعنوان. أديش أنت في أسئلتك بعيد أو قريب من عنوانك؟ أنا ليش أبعد؟ أنا ليش ما هو يعني أنتوا بتلاقوا صعوبة في صياغة الأسئلة، أسئلة بحثكم، لأنه أنتوا ما بتحطوا العنوان قدامكم. صممنا العنوان، خططنا العنوان، حطينا العنوان، بينت المتغيرات والمصطلحات في عنواني. إذا من هذا العنوان هون السؤال أسئلتي بدي أطولها. درجة امتلاك الكفايات التكنولوجية المساندة، درجة امتلاك ومعلمي صعوبات التعلم والموهوبين في عاصمة عمان. فإذا هي صاغت الطالبة العنوان، الأسئلة، حطت العنوان قدامها وبلشت تفكر فيه. بحط قدامي، مش بسرعة بيجيني، بحط قدامي بفكر بشوف بدي سؤال كبير وسؤال رئيسي وبدي أسئلة فرعية. مش هيك بتسمعوا؟ في أسئلة رئيسية وأسئلة فرعية. هلأ هون شوفوا كيف هون عندنا عند هاي الطالبة قسمت أسئلتها إلى سؤال واحد، سؤال الأول والسؤال الثاني والسؤال الثالث والرابع، وكلها تنبثق عن اللي هي عنايا مشكلتي البحثية وعنوان دراستي. السؤال الأول بتقول لي خلص مبين من العنوان ما درجة امتلاك الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي صعوبات التعلم والموهوبين في مدارس العاصمة عمان، وحطت question mark وحطت ما مدى. هلأ ما درجة، هلأ لما نيجي وطلعوا الدرجة أصلا موجودة بالعنوان هيها، فحطت ما درجة وعلامة سؤال. هلأ السؤال الثاني بتقول: هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الألفة في درجة امتلاك الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي؟ بدها تشوف هي هنا هل في فروق ذات دلالة عند مستوى الألفة؟ لا. في درجة امتلاك هدول المعلمين للكفايات التكنولوجية المساندة تعزى لمتغير النوع الاجتماعي، بدها تشوف ذكر أو أنثى. فإذاً أخذت عندي فراد، هي السؤال الثاني. السؤال الثالث: هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ألفا في درجة امتلاك الكفايات التكنولوجية تعزى للمؤهل الأكاديمي؟ الرابع: هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ألفا في درجة امتلاك الكفايات المساندة تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟ فإذا بدها تشوف صاغت الأسئلة. شوفت كيف صاغت الأسئلة؟ وكلياتها هاي الأسئلة بتدور حوالين عنوان البحث تبعي. خلينا نرجع للشارت تبعتنا. هل صاغت الطالبة الأسئلة بشكل محدد؟ هل صياغة الأسئلة واضحة؟ هل صاغت الأسئلة بشكل مباشر دون استخدام مصطلحات وصياغات تبعدها عن المعنى المقصود؟ أنا بتطلع بشوف إنه هي لما صاغت الأسئلة ما راحت لها مصطلحات بعيدة بعدتني عن العنوان. بحط العنوان قدامي ومن العنوان ببلش أصيغ هاي الأسئلة. فإذا هي أسئلتها كانت فيها مباشرة وكان فيها محددة، وأيضا لاحظوا بالسؤال الأول كيف إنها يعني مباشر، ما راحت توهتنا بالعنوان أو بالأسئلة. توهتنا بالأسئلة طبعا، طالب بيكون بتوه بالعنوان وبتوه بالأسئلة. كانت محددة، قالت أنا بدي أبحث عن النوع الاجتماعي وبدي أتطرق لأشوف هل مثلا في عندي تساؤلات أنا كباحثة
والله إذا كانوا بيمتلكوا درجة ماجستير، يعني حاصلين على درجة ماجستير ولا دبلوم ولا ثانوية، بتفرق عندهم بامتلاكهم لهاي الكفايات للcompetences، وأيضا لمتغير اللي هو عندي إياه، متغير سنوات الخبرة. فإذا أنا دغري باجي بقول نعم هي صاغت أسئلتها على شكل في عندها أسئلة فرعية وفي عندها سؤال الرئيسي اللي هو إحنا قلنا عنه أول واحد. الأسئلة طلعوا الأسئلة هل هي متوافقة أعزائي مع عنوان الدراسة؟ هل الأسئلة متوافقة مع أهداف الدراسة؟ هي شو قالت لنا هدف الدراسة؟ هدفت، نرجع نذكركم، قالت هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة امتلاك الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي صعوبات التعلم والموهوبين في مدارس العاصمة عمان، ولتحقيق هذا الهدف حطت عنا هاي الأسئلة. طيب يبقى ينطبق عليها الأسئلة تغطي ما تتناوله الدراسة؟ طبعاً أنتوا أحكموا، يعني رح تلاقوا إنها هي شملت الأشياء أو القضايا اللي هي بتدور في حوالين مشكلتها البحثية حابة إنها تبحث عنها. هل تحتوي الأسئلة على المجتمع أو العينة؟ خلينا نطلع مع بعض. هل الأسئلة تحتوي، أنتوا جاوبوني نعم تحتوي على هي العينة أو مجتمع الدراسة، معلمي صعوبات التعلم، هم اللي عندي إياهم أنا عينتي. هل بالسؤال الأول هون موجودة كمان عندي بهذا السؤال الأول، وأيضا اشتملت عندي كمان بالسؤال الثالث وأيضا بالسؤال الرابع أحسابي. فإذا الطالبة شملت العينة ومجتمع الدراسة، أنا دغري بس أقرأ بعرف إنه أنا عمالي بتعامل مع عينة لصعوبات التعلم والمعلمين، بدي أشوف الكفايات للمعلمين صعوبات التعلم والموهوبين. خلينا نكمل على الباقي. تحتوي، إذا تحتوي عنا عدم تكرار الأسئلة، طبعا ما فيش تكرار، لأنه هي إذا بتلاحظوا حكت عن النوع الاجتماعي أول إشي بدها تشوف درجة امتلاك الكفايات التكنولوجية للمعلمين في العاصمة عمان، بتشوف عملت استبيان، هذا الاستبيان حطت فيه كل الكفايات التي يفترض أنه معلمين التكنولوجيا المساندة يكونوا بيمتلكوها، من تخطيط للدرس، من تقييم، من الخطط البوية الفردية، من أدوات، أجهزة، برمجيات، كل هذا حطته، فرغته، عملته، جمعته، وأيضا حطت بما يتعلق مع مجلس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إيش اللي هو عنا إياها الكومبتنسز لازم تتوفر عندي كمعلم ومعلمة، ومن ثم قدمت لهم إياها الاستبيان هذا وشافت. فهي جمعت البيانات عن قديش هم بيمتلكوا والما بيمتلكوا، درجة متوسطة بقياس ديكارت، متوسطة، قليلة، عرفتوا كيف؟ وأيضا إجت إن هنا ما في تكرار. بعدين ربطت الدرجة بهل إذا كانوا ذكور أو إناث، ربطت درجة امتلاكهم للكفايات هل إذا كان بيحملوا درجة الماجستير غير عن درجة الثانوية، ربطته كمان عنا بمتغير سنوات الخبرة، هل اللي عندهم من 3 إلى 5 سنوات بفرق أدائهم بالكفايات وحصولهم على الكفايات، درجة امتلاكهم بالكفايات، عن اللي عندهم مثلا من 5 إلى 10 أو من 10 إلى 15. فمين بده يدللها على هاي الأشياء؟ البيانات اللي جمعتها بالاستبيان. بكون حاطين إحنا، بتشوفوا مرات بنكون حاطين خصائص من بدنا إياها، معلومات من العينة اللي بدنا نوديلها الاستبيان، بنكون كاتبين المؤهل العلمي، درجة بكالوريوس، ماجستير، دبلوم، ثانوية، بنكون كاتبين هذا المتغير المؤهل العلمي. بعدين نيجي المتغير النوع الاجتماعي، ذكر ولا أنثى. بعدين نيجي لمتغير سنوات الخبرة، بكون حاطط الباحث. هدول الخصائص أنا بحولهم لأسئلة، هاي الأسئلة بربطها بالمشكلة البحثية اللي عندي أو الفكرة البحثية اللي عندي، اللي هي أنا بدي أشوف درجة امتلاكهم للكفايات. أيضا كمان عندي، إذا اتفقنا إنه ما في عنا تكرار للأسئلة، الأسئلة سؤال دائما أنا بقوله لطلابي، هل يمكن قياس أسئلتك؟
طبعا هي تقاس أسئلتها من خلال عمل مع كمان السلامة اللغوية للكلمات والجمل. هلأ كمان رح نرجع نتأكد منهم هنا موجودين. طبعا أكيد في سلامة لغوية مرتب. قال هناك فروق ذات دلالة إحصائية في درجة امتلاك، يعني مش كمان مرات الطلاب بتضايقوا لما إحنا بنراجع لهم بنقول لهم لغويا غلط، الجملة مش مفهومة، أو إنه غلط مش يعني ارجع زبطها أو ارجع يزبطيها. قد تفقد الفكرة المعنى للإشي اللي أنت عمالك بتسويه أو أنت عمالك بتسويه. بالعكس ما تتضايقوا وانبسطوا، لأنه هي اللي بدأ يعني التصحيح اللغوي هو اللي بده يزبط لكم، بده يسقل لكم، يطلع لكم عملكم بطريقة مش كل واحد يفهمها بطريقة، بدهم تفهمها بطريقة واحدة. إذا هي عندنا يا هلا لما صاغت الأسئلة صاغتها بلغة واضحة، وأيضا الأسئلة يمكن قياسها. زي ما قلت شو يعني قياسها؟ يعني كيف تجمع المعلومات، شو الأداة، بنعكس دغري على الأداة كمان، إنه استبيان في فقرات، الفقرات من بدي أصممها، كيف بدي أصممها، قابلية التصميم. فإذا أنا لما بدي أجي أجمع على كل سؤال، وهلأ ليش إحنا كمان عمركم سألتوا حالكم السؤال إنه ليش إحنا بنحط الأسئلة؟ الأسئلة لما بيصيغ الباحث أسئلة الدراسة بتوجه تفكيركم نحو إيجاد البيانات وتحليلها وتفسيرها ومناقشتها. طلعوا أنتوا هلأ لو تطلعوا على أي دراسة بتلاقوا مناقشة السؤال والتحليل أو نتائج السؤال الأول، بعدين عندنا تحليل نتائج السؤال الأول، مناقشة نتائج السؤال الأول، مناقشة نتائج السؤال الثاني، نتائج السؤال الثاني، نتائج السؤال الثالث، تحليل نتائج السؤال الثالث، مناقشة نتائج السؤال الثالث. فشو بيصير عند الباحث؟ بيرتب أفكاره، ما بيبعد كتير، بيضله مركز على الأسئلة. فالأسئلة هذا دورها أعزائي. بتمنى إنكم تكونوا استفدتوا من هذا الشرح اللي ممكن إننا نستخدمه إحنا، نحطه قدامنا لما بدنا نعد أسئلة بحثنا، وبنفس الوقت لما بدنا نشوف على إيش بتصير، يعني لما بتروح عندك أنت بحثكم للتقييم بيكون عندهم هاي الأشياء بطلعوا عليها إنه هل هي موجودة في بحثي ولا لا. فأنا إذا حطيتها قدامي كدليل ومشيت عليها، والله هذا صحيح، هذا صحيح، هذا بدي أشتغل عليه، لا بدي إياه، لا أحس حالي، عرفتوا كيف؟ بتلاقي إنك أنت عمالك بتنسق أو أنت عمالك بتنسقي. بتمنى إنكم تكونوا استفدتوا كتير كتير من هذا الدرس اللي خصصناه ضمن قائمة تحكيم ونقد الدراسة أعزائي. وخليكم معي علشان كمان ننتقل للدرس اللي بعده بنفس المعايير وتحكيم النقد والدراسة اللي هو له علاقة ب حكينا عن الأسئلة، هلأ بدنا نحكي عن أهداف الدراسة. خليكم معي أعزائي، أشوفكم بالفيديو اللي بعده، يعطيكم العافية.